FM. الكلمة ليك. خدمة خدمت وصرفنا عليها وقفنا عليها وصرنا عليها الليالي باش نعطيوها باش نعاونوا البلاد هذه باش تقدم القدام. ما حبوش يحلوه، ما حبوش. انا سي جلال غدير وقت كان رئيس اللجنة هذه وليت نحصل فيه في الشارع، راني نقولها على الملأ خاطر ما عادش يهز التليفون فترة معينة. الرئيس الحالي نتاع اللجنة هذه كيف كلمته واتصلت بيه، اتصلت بعض رؤساء الكتل قلت لهم ما يجيش، بعثت مراسلة لسيد رئيس مجلس نواب الشعب قلت له بربي اسرع، كلمت رئيس الديوان تاع سيد رئيس مجلس نواب الشعب وقال لي باهي سي معز، والى يومنا هذا ما صار شيء. علاه؟ ريت كلمة المؤامرة بين ظفرين، تعرف علاش بين ظفرين؟ خاطر غير مقصودة، على خاطر وراها حسابات ضيقة ياسر. تونس 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 في اعتبار الناس هذوما آخر حاجة، آخر حاجة كي يقول الناس هذوما بالطبيعة فما ديزيكسيبسيون ديما راه آخر حاجة، فما شخصي هذا اللي نعاني منه وفما حزبي وما فما حد شيء من بعد. باش نقولوا باش نكون صريح، ما فما حد شيء من بعد، ينجموا يخرجوا ويقولوا تونس تونس تونس, تونس. أما كله كلام، خاطر الواقع يفرض رف نفسه. الناس هذوما وزيد على هذا الكل فما يمكن يجي ثلث نواب الشعب ما همش فاهمين حتى كعبة من الشأن العام. مش نحكي على السياسة، مش سياسة، ايه نحكي على الشأن العام، ما همش ملمين به، ما همش عارفين شنو. وقت اللي يحكي لك في مواضيع كان يحكي لك ما كانت مخك يقف اصلا فيهم نتفرجوا فيهم قاعدين ونشوف. يا اخي في انتخاب الانتخابات نتاع ثلاثة اعضاء اللي باش يعوضوا ثلاثة القدم، انا حضرت على سين مخي يقف مت بالضحك كما نقولوا نحكيوا نهار الاحد الانتخابات ثلاثة الجلسة العامة. فما سن في المحامين وفما سن في كذا قاعدين يتحاثوا في بعضهم، قالوا انت شكون حاجتك؟ قالوا انا حاجتي فلان. وانت شكون حاجتك؟ قالوا فلان. قالوا كيفاش تو هذا خير والاخر دار شنو العدد نتاعو خاير؟ قالوا شنو مشكلتك انت تو ناخذ زوز هكا كومبليتمون معناتها بيعه سريع على ذي على ذي لازم. لا مش معناتها هو فما واحد برك يلزم يتاخو بيعه سريع، هو يلزم واحد برك يتاخو على السبعة مش مشكل نتو ناخذ زوز. قالوا لي ما في بالك اللي واحد برك سي انكرويبل. والاخر قالوا تي تو غادي موضوع تجبد تو مازال بكري. قالوا لي نهار ثلاثة. قلنا ثلاثة هذه معناتها نوريك فريمون حاجات مخك يقف فيها. الكلمة ليك.